تتقدم أسرة قناتي الزهراء والمهدي الفضائيتين بأزكى التهاني والتبريكات إلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بمناسبة حلول شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك. ندعوكم أعزائي المشاهدين إلى المساهمة في مشروع أفطار صائم من أجل إسعاد العوائل المحتاجة والفقيرة في شهر الفضيلة والغفران، شهر رمضان المبارك. اللهم ارحم كل من يساعد الفقير في شهر رمضان يا ربي يا إلهي. عزيزي المشاهد الكريم، في حال المساهمة ما عليكم إلا الاتصال على أرقام برنامج القلوب الرحيمة مشروع إفطار صائم للمساهمة حتى نتمكن من مساعدة المحتاجين ضمن مشروع إفطار صائم، وهذه تعتبر مساهمة فعالة في مساعدة العوائل الفقيرة، فساهموا معنا وهذه فرصة في هذا الشهر. الله يبارك ويزيد خيراتكم إن شاء الله. الكثير بدون أفطار، الكثير بدون أسحار، الكثير ينتظر مساعداتكم في شهر الخير والبركة، شهر رمضان الكريم. شهر رمضان شهر خير وبركة وطاعة وإيمان لكافة المؤمنين. نتمنى من المؤمنين والأخوة مساعدة الفقراء والأيتام في هذا الشهر الكريم. عزيزي المشاهد الكريم، الله سبحانه وتعالى هيئ منافذ، ومن هذه المنافذ الدخول إلى الجنة، يعني منفذ يعبرك يوصلك للجنة وهو مساعدة المحتاجين، فهذا هو المنفذ الوحيد لمساعدة العوائل الفقيرة ومساعدة العوائل اللي عندهم أيتام، اللي عندهم مرضى، اللي ما عندهم قوت يومي يعيشهم. فكثيرا من الفقراء في شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك، بانتظار مساعدتكم. اليوم جينا نقدم سلة غذائية للعوائل الصائمة والعوائل المحتاجة، وراح نطرق الباب على هذه العائلة المسكينة، راح نشوف. السلام عليكم حجية. السلام عليكم، شلونك؟ ان شاء الله رمضان كريم عليك حجية. شلونك حجية؟ سلمك يا رب، ما بعد قلبي. شلون شوي الصيام؟ ان شاء الله نصوم ونتعدى ونعمة خير من الله ان شاء الله. هسه مو بس رمضان، هسه صمنا اكثر ان شاء الله، موفق ان شاء الله، صايمه شعبان ورمضان. احنا اليوم مناسبه شهر رمضان يا حجيه، جبنا لك سله غذائيه، هاي بيها مواد غذائيه كثيره وبيها دجاج. فدعواتك للناس اللي يساهم شهر رمضان ان شاء الله، ورمضان كريم عليك ان شاء الله، ان شاء الله على الجميع ان شاء الله يا بعد قلب. نتمنى لك الخير والتوفيق. اخي المؤمن الكريم، الفقير بانتظاركم، فساهموا في برنامج القلوب الرحيمة مشروع إفطار صائم.